The origin of A? A, X. Why B2 to get to the الخطوة الجاية شنو هذا الخطوة ممتازة الخطوة الجاية شو يصير؟ مشتقة أولى مشتقة ثانية يعني بتبين بعدين لو ما كمل مشتقة أولى مشتقة ثانية نجيب هذه المعادلة عوض يعني المشتقة الثانية ناقص ثلاثة من المشتقة الأولى يساوي تسوون ايش؟ 3x ناقص 12x صار 2x جديد اكو اثنين اكو اثنين اللي ضرب على ثلاثة وكسر إذن الواي بي واي داش نقول واي داش واي داش يساوي شلون اشتقيت اشتقيت ولا بعد ما اشتق يلا اشتق هاي المعادلة اشتقوها بالنسبة لإكس هاي المعادلة اشتقوها صفيت تكليف هاي تكليف ما بين المعادلة صادق A والإكس توابط A توابط هي الفكرة شنو؟ الفكرة انه نستخرج الكابتل اي من هاي الثابت استخرجت الأولى في الثانية يعني أي إكس الثانية اللي هي إكسبونيشن أوف إكس يعني أي ثلاثة إكس الأولى مشتقة الثانية الأولى أي أسوي الأولى لما عندك هسه 3x مشتقة 3x شو تطلع؟ 3 لما هو ثابت واحدة صفر واحد جينا لما هو ثابت واحدة صفر بس ثابت هي x ما يصير صفر ليش؟ لأنه x واحد فواحد فيها يطلع الأولى في المشتقة زائد الثانية في المشتقة الأولى اللي هي مشتقة AX أي زائد 3 EX تربيع زائد 2 EX زائد F هاي واي داش واي دبل داش ثابت واحد ثابت AX إكسبونيشن ثابت هاي الأولى وهاي الثانية هاي الأولى داخل هاي الثانية فالأولى المشتقة الثانية اللي هي شنو 9 أي إكس يا نفس فوق بس جبت لي ثلاثة قدامي ثلاثة أي إكس إكسبونيشن ثلاثة إكس فالأولى ثلاثة أي إكس في مشتقة إكسبونيشن ثلاثة إكس اللي هي ثلاثة أي إكس ثلاثة في ثلاثة تسعة أي إكس زائد الثانية في مشتقة الأولى اللي هي ثلاثة أي زائد ثلاثة أي إكسبونيشن
تبه ذات المشتركات اجمعها الى كمادة خمسين زائد ستة وهي تبقى ستة هاي واجه أو داش الآن تعوض واي دبل داش بس عارف سريع المجتمع ذات واي داش تساوي ناقص ما أشوف الآن هذا البارت كله ناقص ثلاثة في البارت الأول اللي هو هذا يساوي ليش البارت ناقص ثلاثة هاي اس نقطة تقولي عشان اللي كنت أسسه واللي خطأ واللي ما أقدر يوصل هاي لازم يوصل لها بعد لو خطأت وين النام هاي داخل المشتقة أسهل تسعة أي إكس تسعة أي إكس إكسبونيشن ثلاثة إكس هاي مشتقة شنو عبارة عن حاصل ضرب دالتين الدالة الأولى تسعة أي إكس والثانية إكسبونيشن ثلاثة إكس فتسعة أي إكس في مشتقة لا عفوا مشتقة ثانية هاي الاكسبونيشن ذات اكس مشتقة ذات اي اكس جيت ذات اي بس ذات اي ذات اي هاي مشتقة الاولى ذات اي هاي الثانية يعني زائد الثانية في مشتقة الاولى هسه هاي سهلة بعد الاي هو يعني كانت كونستنت فالاكسبونيشن ذات اكس مشتقة ثلاثة اكسبونيشن ذات اكس اللي هو ثلاثة اكسبونيشن ذات اكس وخليت الاي بالنص وهاي بنفس الطريقة ما عليك هاي اللي هنا هاي ستة اثنين في ثلاثة ستة وست اثنين هي أشياء اثنين هنا جمعت من دولة وهسه أريد أطلب منكم هاي الخطوة أنت تسووا يعني هاي الخطوة تسووا هاي calculation هي واي دبل داش ناقص ثلاثة واي داش تساوي exponential ثلاثة إكس ناقص اثناعش أوصل ما وصلت نتيجة لا بس دي الله سوي سلام.